يعتبر الغني إيمانويل كوارشي أحد أبرز نجوم فريق الكرة بنادي الزمالك خلال فترة الثمانينات، وأكثر المحترفين الأجانب الذين تركوا بصمة واضحة في صفوف قلعة ميتو عقبة على مدار التاريخ، وذلك لما قدمه من مساهمات في تتويج الفارس الأبيض بالألقاب المحلية والقارية خلال موسمي 1983-1984 و1984-1985، وسجل كوارشي 18 هدفاً بقميص الزمالك خلال رحلته داخل القلعة البيضاء في موسمين، بواقع 11 هدفاً بالدوري وثلاثة بكأس مصر وأربعة أهداف على المستوى الإفريقي. وقاد كوارشي الزمالك للتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم 1983-1984 مع كوكبة من نجوم القلعة البيضاء، كما كان له دورا بارزا في عناق النادي الملكي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1984 للمرة الأولى في تاريخ النادي. ورحل كوارشي عن عالمنا في 16 من سبتمبر من عام 2013 بعد صراع طويل مع المرض. رحم الله الدبابة البشرية وصانع الفرحة في قلوب عشاق الزمالك، وأحد أفضل النجوم الأجانب الذين احترفوا في صفوف مدرسة الفن والهندسة، إيمانويل كوارشي. وكوارشي بالدفع وهو يقول